أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامجكم نفحات مقدسية. اليوم حلقتنا رح تكون مميزة وجميلة جدا، رح نحكي فيها عن حارة النصارى، وكذلك رح يكون في عنا إفطار جماعي للمسلمين والمسيحيين قامت بإعداده لجنة حارة النصارى، وأيضا رح يكون في عنا أمسية في البلدة القديمة. لكن بداية خلونا أنا وإنتو نتجول في حارة النصارى ونسمع أهالي حارة النصارى شو رح يحكوا لنا عن شهر رمضان المبارك، وكذلك عن بعض المشاكل اللي بواجهوها. يلا معنا. طبعا بنرحب فيك ام سمر، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك حبيبتي. طبعا نعرف انه انت حبيبه قلبي، احنا بنعرف انه انت ساكنه بحاره النصارى هون، احكي لنا كيف شايفه الحياه هون؟ هل مثلا بتحسوا باجواء رمضان؟ بتشاركوا اخوانكم المسلمين فيها؟ طبعا بنشاركهم واحنا بنحبهم، يعني احنا وياهم اخوه يعني واهل طول عمرنا، يعني انا من بيت سحوري دائما يعني احنا ازود شيء يعني بنحب بعض، مسلم مسيحي فيش فرق بينهم، وهذا يعني الله يعني مكدرنا الحمد لله، وبنساعد بعض في كل شيء يعني، ولا بيأثر علينا أي إشي يعني، ولا دولة ولا أي إشي، كلنا يعني إخوة الحمد لله. احكي لي، زي ما أنا شايفة في هون عنا عمارة استيطانية مبنية، وبنعرف أنها كتير أثرت على السكان الموجودين هون بحارة النصارى، احكي لي قديش أثرت عليكم؟ الكل يعني تأثر فيها، بالنسبة يعني لفوق يعني صارت عالية كتير، وشبابيكم يعني وفي الاستيطان وهيك زي ما تقولي، ومسكر كل شيء يعني، فصار الناس يتضايقوا كتير يعني. طب لو بدي يجي حدا مثلا من 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 برا البلد وجاي على حارة النصارى وحابب يشوف اشي مميز هون مثلا بحارة النصارى، وين بتاخذوه بحارة النصارى؟ بنفر فيهم على الكنائس وعلى الجامع وعلى كل شيء يعني، على كل الاماكن المقدسة، هذا اهم اشي عندنا، هذه حارة النصارى فيها يعني اللي بنحفوا على السنطورية، وبنفر على كل المحلات هيك بيجوا بحبوا يعني يتفرجوا، هذه يعني. شو بتحكي لإخواننا المسلمين بشهر رمضان المبارك؟ كل سنة وهم سالمين، وإن شاء الله بعيدوا عليها بألف سنة يا رب، يتموا موجودين ويحبوا بعض ويكونوا متفقين مع بعض يد واحدة، أهم شيء أسلام مع مسيحية. طبعا نحن بنعرف انه احنا بحارة النصارى هون موجودين حاليا اليوم، وحابين نحكي كيف هون العلاقة بينكم وبين اخواننا المسلمين، بتشاركوهم مثلا بافراحهم، بشاركوكم بافراحكم؟ والله هو بدك تقول يعني طبيعي نحن يعني بنشارك مع بعض، لانه نحن اول شيء يعني نحن كعرب انولدنا مع سوا، ومن جدود جدودنا نحن، فيش نحن فرق، نحن واحد نحب بعض. على سبيل المثال يعني هلا انا لما بنزل على السوق وبدخن سيجاره بعرف رمضان، بعمل احترام بدوي السيجاره، في حب، بنحب بعض واصدقاء يعني، في لنا كثير يعني جماعتنا، وبعدين نحن واحد يعني زي ما قلت لك، بنشاركهم بافراحهم باعيادهم، بنروح عندهم. انا كثير لي اصحاب يعني اسلام، وكمان هم كمان يعني في عندهم كثير اصحاب مسيحيين، يعني بدك تقولي خلينا نقيم كلمه مسيح ومسلم يعني نحن واحد. مرحبا خالته ام توفيق. لا حبيب قلبي، احنا بنحكي لك رمضان كريم، كل سنه انتم سالمين ان شاء الله، تعيدوا بعيد حلو، والجميع يكون مع بعض مبسوطين، مسيحيه واسلام مع بعض، والله يوفقنا كلنا مع بعض. كيف شايفة أجواء رمضان هون؟ نحن بحارة النصارى، بتشاركوا مع المسلمين إخواننا؟ حلو كتير، الله يوفقهم إن شاء الله، بين كل سنة يا رب،
بعيد وعيد 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 كمان إن شاء الله. احكي لي، شايفين هون في عمارة بنيينها عندكم للمستوطنة، رح تأثر عليكم مستقبلا؟ والله أكيد معلوم، هون في مدارس عنا، نعرفش إيش بصير. طبعا باسم وباسم المشاهدين نرحب بالاستاذ باسم سعيد مسؤول لجنه حاره النصارى، اهلا وسهلا فيك. طبعا احكي لنا شويه كيف تم الترتيب لهذا الافطار الجميل اللي فعلا اعطانا صوره كثير حلوه للتآخي بين المسلمين والمسيحيين. طبعا احنا المزبوط ما فيش عندنا فرق يعني بالمره بين مسلمين ومسيحيين، احنا شركاء وطن، احنا اهل، احنا تجمعنا مئات السنين في البلد هذه، وهذا اقل الواجب انه احنا نقدمه لاخوتنا واهلنا بهذا الشهر الفضيل، ونقعد نفطر مع بعضنا اقل ما يمكن. طبعا لو بدنا نحكي شويه عن يعني نحن بنعرف انه احنا مسلمين ومسيحيين موجودين تحت الاحتلال حاليا في مدينة القدس، ونتمنى أكيد التحرير قريبا. حابين نسمع شوي، نحن بنعرف أنه حارة النصارى عم بتعاني من بعض المشاكل، لو تحكينا شوي عن بعض هاي المشاكل عم بتواجهوها. والله المشاكل إجمالا هي زي كل المشاكل اللي موجودة في كل الحارات، يعني في كل البلد. احنا ما نسمى بشرقية القدس يعني